Você pode. 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 الف اربعين الف طلاب درس نظامي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طالب طالبات وصفا وصفا حديث وصفا 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 ايدك دولت وصفا شعبة الترجمة منزل واحد منزل شعبة جامعة كل بس طلاب ينزل هنا إلمين دي إلمين كمبار سوتا ایک دو لوگ آ جائے بس 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 زیادہ بھی بس 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 حاجی صاحب کو آج آج جی آج کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے تراجم کر رہے ہیں لكن لدينا في المكتبة التعليمية 68,000 كتاب غير مكرر غير مكرر وفيها 2690 مخطوطة من القرن الرابع الهجري. عاصفة إذا رأينا. تعرف إيش الرابع الهجري؟ يعني 1000 سنة عمره. سيد احمد الحنبلي تعرف شيخ عبد القادر كان شافعي ثم اصبح حنبلي علموه عربي كويس يهدي ان شاء الله خير الله يجزاه ان شاء الله صبر وعافيه وعمر مديد و نورس المكان ان شاء الله ابو منور بن علم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انتم كلكم خريجين شريعه ولا خريجين ايش؟ نعم في شريعه درست هنا ثم درست في الشام في الشام في اي جامعه في الشام؟ في جامعه في معهد الاسلامي جامعه بن نور عند مين كان مشايخنا في الدرس؟ كان الشيخ حسام الدين فرفور ماشاء الله المرور الحرمين هذه حاشيه لمفتي دعوه الاسلام المفتي محمود فاروق رحمه الله تعالى كتب في هذه الجبهه المزيد العلميه تحقق هذه الكتب في المنهج العلمي الجديد الامام السيوطي هو شافعي هو مذهبه ولا شافعي مش حدث الحمد لله نحن ايضا غير متعصبين الحمد لله مع الشوافعي ما في تعصب الحمد لله السلوك لازم متصلبين بالحنفيه لكن نحب الجبين على السنه
حتى في ابواب الحج الحمد لله سيدي عندنا غائبة المدينه في كينيا هناك هذه فرع يدرس هناك فقه الشافعيه لان كلهم شافعيه شوافع ماليزيا شوافع نعم سيدي ادريسيا شوافع تذهب الى جنوب افريقيا المصريون مالكيه شافعيه وفي الشام ايضا حنفشه العراق أهل الرمادي أحناف أهل موسى شافعية هذا سيدي فيش أي هذا عقائد هذا أهم شيء حجي نعم سيدي أنت يجب أكثر العلماء يجب أن يدرس العقيدة قبل أي شيء نعم ضروري هذا يعني حتى واحد يقول لك إيش العقيدة اللي هي إذا ما في عقيدة ما في إسلام فهذه إذا تحقق هذه القصيدة الردة شرحوها هم حققوها وتبعوها بهذه الصورة لأجل الطلاب هذه كلها كتب مقررة في مناهج الدراسة في جامعة المدينة. إيش عمل في البردة يعني عمل عليها؟ هذه هذا نعم سيدي هذه مثلاً هذه مقررة إننا في جامعة فيدرسون هذه أبيات وفي شرح. شرحها. نعم شرحها. إيه أنت عارف هذا حد الأزدي إذا لاقته الأزد في جامعة تجمي الأسد عندما يلاقي. نعم سيدي. ليش؟ ها؟ تعرف ليش ترجمتها؟ سيدنا الشيخ على الشيخ عبد العزيز يقول عنها نعم نعم الاسد عندما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يكن نعم نعم يكن في مكانه بين شوعا وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ ايش يقول؟ في هذا الكتاب سيدي تعرفون فتاوى الشامي لابن عابدين الشافعي رحمه الله عليه الشرع جد الممتار على رد المختار الإمام محمد رضا خان رحمه الله تعالى عليه. هذا لديه الكتاب. نعم سيدي هذه ست مجلد تبعه وحققه في هذه العربية. نعم كله عربي. هو أصلا أردو هو عربي. لا سيدي هذا نعم كتبه بالعربية. التحقيق تبع أحمد رضا خان. نعم هو بالعربية نعم كتبه مباشرة بالعربية. هاي فتاوى رضوية على حاله هذا في الأردوية يترجمون بالعربية. في عندكم كتب ابن تيمية؟ هنا سيدي. لا لا. أنت عارف ابن تيمية ترجم ابن تيمية لديه ثلاث إجازات بطريقة القادرية نعم سيدي لو كنت شرى عيدا على فطور الغيب لا لا ترجم ثلاث إجازات بطريقة القادرية أخذ هو أخذ نعم شيخ فرمانا يقول ابن تيمية نے بھی حضور غوث عالم رضي الله تعالى عنه تین إجازات تین طريقة سے اس کے بعد إجازات موجود تھی وتحقيقه تحقيقه قال انه الشيخ عبد القادر يقول هو شيخ الاسلام بلا منازع ورد كل ما ورد عن كراماته بالتواتر نعم فرمانے کے اور ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور غوث اعظم کی تمام کرامات جو ہیں وہ بالتواتر ثابت ہے اور حضور غوث اعظم شیخ الاسلام ولهذا الوهابیہ يضغطون على هذا الكلام حتى لا يقولوا ان الشيخ ابن تیمیہ هو احد اتباع طريقه القادر لا لا ما في طريقه الوهابی اس بات کو چھپاتے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی غوث اعظم کے مقام کو مانتا تھا بعد جميل يسار السفير جو مہمان ہیں ان کو آنے دے باقی سب کو ذرا دو منٹ يقول عنها هي ادريسيه انا ما اعرف
من هو دارس الدارس ابو احمد الافانتي كتابي العارف بالله هذا يقول انه هو العارف بالله ما عم يذكر دائما في بطاور ادبيه هذا الترجمه هي في كتابه اكثر العلماء التصوف شافعية اكثر من يعني انا مش متعصب امام غزالي شافعي الشيخ عبد القادر الجيلاني تاثر بالامام الازهري تاثر 100% سيدي الحمد لله هذا ترجم من العربية إلى أردنية وأيضا يترجم من الأردنية إلى لغات إلى 30 لغة هذه مش القبة تبع سيدنا هو غزالي نفس الزكاة هيك شو صارت منها 30 مليار كتبوا لغة بلغة حوالي 70 في واحد يعملون سيدي هذا إلى الأردن وأيضا يترجمون بالأردن إلى 30 لغة العالم لغة بنغلا وإنجليزيا وماليزيا إنجليزيا وأيضا الصينية كل اللغة هذا يكون الكلو كتب قصيرة سيدي الأردنية العربية كبيرة ذهبي كبيرة هنا كوائل تروحها في ضمن الذهب هو يشرف على هذه الإدارة العلمية وأيضا للأخوات العمل الدعوة في الأخوات وأيضا يشرف عليها وأنه عمل كثيرة دائما يدور في باكستان حج أحمد هنا هذه بعض الكتب في هدية الجد الممتاز على قهوة الشامي في إمام محمد الدافعان استرف
کے پاس